قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غراندبر في إحاطة أمام مجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء أنه يواصل التشاور مع الأطراف لبدء مناقشات تفضي لتسوية أكثر شمولية للصراع مؤكدا على ضرورة معالجة المسائل الإنسانية والاقتصادية فورا وذلك لتجنب مزيد من تدهور اوضاع المدنيين، وتطرق المبعوث الاممي الى هجمات شنها الحوثيين على محطات ومواني نفطيه في محافظتي شبوه وحضرموت باليمن، قائلا انها تهدف الى حرمان الحكومه اليمنية من مصدر ايراداتها الرئيسي من تصدير النفط. واشار المبعوث خلال احاطته الى ان هناك تصاعدا مقلقا في احداث العنف بمحافظات مثل مأرب وتعز خلال الاسابيع الاخيره. لافتا الى ان بعضها تسبب في سقوط ضحايا مدنيين مضيفا بانه على تواصل مع الاطراف ليس فقط بخصوص توسع الهدنه بل ايضا للشروع في مناقشات حول مسار يفضي الى تسويه اكثر شموليه للنزاع